باسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. حينما أتيت إلى هذا الدير من حوالي 40 سنة لم أكن أتخيل أبدا أن أكون في هذا الموقف، أن أقف وأقول كلمة في مثل هذا المحفل. ولكن جميعنا أتينا إلى هذا المكان، تعلمنا وتربينا وصار لنا ما نحن فيه بسبب رعاية وأبوة ومحبة وحكمة أبونا اللي ربانا وعلمنا وكبرنا، نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرة. وتعلمنا من سيدنا، تعلمنا منه كل حاجة، تعلمنا منه الكثير والكثير. عشان كده في هذا اليوم أنا أفرح جدا وأشعر بأن روح سيدنا الأنبا هدرة مرتاحة جدا لاختيار ابن من أبناء الدير، وهو نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس. لأنه عاش في وسطنا راهبا تقيا، راهبا مستقيما، عاش حياة الصلاة، عاش حياة دائرية، كانت حياته جميع ما تعرفنا به عليه إنما كان في استقامة الحياة الرهبانية الحقة. لهذا نفرح، نفرح بهذا الاختيار. وعلشان كده عايز نتذكر سويا أنا وسيدنا نيافة الأنبا أرسانيوس وجميع الآباء الرهبان في هذا الدير، نتذكر ما تعلمناه من أبونا نيافة الأنبا هدرة في كل ما تعلمناه منه لكي تستقيم حياتنا. وأتذكر معكم بعض المبادئ اللي عاش بيها، شفناها ولمسناها ونعيشنا جميعا بيها، هنعيش حياة في نمو وازدهار. فأول تعليم بفتكره أن الأسقف يد من أسفل لترفع وليس يد من أعلى لتضغط. يد من أسفل لترفع، يد من أسفل لترفع كل إنسان، كل الإنسان. يد من أسفل لترفع إلى الحياة الأبدية، يد من أسفل لترفع بالحب، ويد من أسفل لترفع بالكرامة. ولكن لا يستطيع أحد أن يرفع إن لم يستطع أولاً أن يركع. لا يستطيع إنسان أن يرفع آخر إن لم يستطع أولاً أن يركع، كمثال السيد المسيح. فالأسقف هو أيقونة المسيح، لذلك لابد أن يكون له هذه الصورة، الذي أخلى ذاته آخذاً صورة العبد، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسماً فوق كل اسم، لكي تكسو باسم المسيح كل ركبة مما في السماء ومما على الأرض ومما تحت الأرض، ويعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فالذي يستطيع أن يركع يستطيع أن يرفع. لذلك نحن الآن نتذكر هذه الصفة التي كانت بالحقيقة في سيدنا أنبا هدرة، وهي ممتدة ومستمرة في شخص سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس.
تعلمنا من نيافة الأنبا هدرا أيضا أن كرامة المذبح وكرامة بيت الله هي في الحقيقة تعطي للإنسان كرامته. كنا نراه يقف في هيكل الله في كل خشوع، في كل اتضاع، في كل كرامة وفي كل محبة، يقف أمام الله ويشعر بالحضور الإلهي فيه. وهذا ما أراه كثيرا حينما أرى سيدنا نيافة الأنبا أرسانيوس أيضا يقف في هيكل الله بكل اتضاع وبكل محبة، ولذلك أرى هذا الامتداد موجود، لأنه هو أيضا تتلمذ وتربى وترعى في حضرة نيافة الأنبا هدرا. جميعنا نشعر بهذا الارتياح والفرح لمثل هذا الاختيار، وبنقول لسيدنا: سيدنا جميعنا نصلي معك، نصلي من أجل أن الله يعطي هذه النعمة، فنحن جميعا نحيا من أجل أن نصل إلى المسيح، بالمسيح، في المسيح، فلنحيا للمسيح، لأن كرامة الحياة الرهبانية هي عمود في حياتنا الروحية في كل الكنائس. لذلك اهتمامنا بحياتنا الروحية في هذا الدير أعتقد أنها ستسري وتثمر في كل المنطقة. صلي من أجلنا، وألف مبروك وكرامة كبيرة لكل المكان ولكل الدير، وقديس الأنبا بخوميوس يفرح بوجود نيافتكم في هذا المكان، وكل سنة ونيافتكم بخير وسهل.